مساء الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورت في كل مكان، كل ما يخص الالعاب الرياضيه المختلفه من جميع داخل كل الصالات وكل الملاعب العالميه والافريقيه والعربيه، وبالتاكيد كمان الاخبار والمتابعات المحليه لكل البطولات واستعدادات المنتخبات وابطالنا للاحداث العالميه الحاليه. ليه طبعا ليه دوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024. حاجات كتير جدا في حلقتنا النهارده، ولكن خليني في البدايه اقول لحضراتكم ضيوف حلقتنا النهارده. هيكون معانا كابتن اندرو شكري، المدير الفني لمنتخب الناشئين للاسكواش، كان اسم كبير في الاسكواش كلاعب وحقق انجازات كبيره، وبعد الاعتزال اتجه للتدريب. هيكون معاه كمان محمد زكريا، لاعب منتخب ناشئي الاسكواش، واحد من الناشئين اللي ليهم مستقبل الكبير ان شاء الله في اللعبه، وسلمان خليل لاعب منتخب ناشئي الاسكواش، كمان من العناصر اللي بنقول عليهم ليهم مستقبل كبير في الاسكواش المصري، واللي لسه راجعين من ايام قليله من استراليا بعد المشاركه في بطوله العالم للناشئين بعد اداء ونتائج مميزه، نتائج كبيره جدا. هنتعرف النهارده خلال حلقتنا عن المشاركه في بطوله العالم والمنافسه، والدول كمان بدأت تدخل في المنافسة على البطولات في الفترة الأخيرة في الإسكواش. هتكون فقرتنا الحوارية بإذن الله، بخلاف طبعا أن احنا متربعين على عرش الإسكواش المصري، وإيه الأسباب وكمان الخريطة على مستوى العالم بقت عاملة زي، وهل الخريطة بتختلف الفترة اللي فاتت؟ كل ده إن شاء الله هيكون في فقرتنا الحوارية النهاردة. قبل ما نتكلم في تفاصيل حلقتنا النهاردة، عايزة أتكلم مع حضراتكم عن ملف بعنوان السياحة الرياضية. ملف مهم جدا ولأي دولة في الفترة الحالية، لأن الرياضة أسرع وأسهل وسيلة للترويج للبلد، سواء في الجانب السياحي الاقتصادي، وأي حدث بيقام في الدولة لازم يكون ليه أغراض سياحية وترويجية. مصر الفترة الأخيرة وتحديدا بعد جائحة كورونا بقت وجهة لكل الاتحادات الدولية في تنظيم البطولات، ولازم نستثمر ده في الترويج للسياحة، الترويج لكل الأماكن في مصر، سواء الأماكن الأثرية التاريخية، الأماكن الساحلية، أو المدن الجديدة زي العالمين الجديدة. عندك رياضة يبقى على طول وانت مغمض تربطها بالسياحة، مش محتاجة تفكير. الدولة المصرية مركزة في ده كويس جدا، تاخد قرارات مهمة في أماكن تنظيم البطولات الدولية والأفريقية والعربية عشان تعرف العالم بكل الجديد في مصر. أكيد كلنا متابعين وملاحظين اللي حصل في الفترة الأخيرة، منشآت جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة اللي فيها طبعا مدينة مصر الأولمبية، أو المدينة الحلم لكل الرياضيين في مصر. دلوقتي التوجه واحد من أهم الإنجازات الحالية، وهي مدينة العالمين الجديدة، المشروع العملاق اللي فيه نقلة كبيرة جدا لمصر، وبيأكد أننا ماشيين على الطريق الصحيح عشان تطوير مصر والاستثمار في كل مكان. في بطولة البادل تنس في العالمين الجديدة، وإقامة البطولات الرياضية الحقيقة في المدن الجديدة جزء من عملية الترويج ليها. بنشوف بطولة العالمين للبدل تنس مشارك فيها عدد كبير جدا، 100 لاعب تقريبا ولاعبة من دول كتير، فيهم 30 لاعب مصنف من الأفضل في العالم في رياضة ممكن نقول عليها حديثة وجديدة ومش كتير عارفها، وهو ده التسويق والتعاون اللي بنقول عليه قيمة الرياضة في إنها عنصر جذب كبير للسياحة. حضراتكم شايفين معانا طبعا دي لقطات من بطولة البدل اللي بتقام في العالمين، طبعا بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة. ده مهم جدا جدا، ولما كل المشاركين دول في بطولة العالمين الجديدة للبدل تنس تلاقيهم موجودين
كل واحد بيتصور وبيحط صوره سواء على سوشيال ميديا سواء على يعني كل مواقع التواصل الاجتماعي. الموضوع ده بيعمل ترويج بشكل كبير جدا، بيبقى فيهم ابطال كبار. الحقيقه الكل اشاد بتنظيم بطوله البادل تنس في وفي اهتمام كبير جدا من الدوله المصريه بالحدث، ودايما مصر بتدي دروس للعالم في تنظيم البطولات والشكل المميز والامكانيات الكبيره. اللي انا بقوله ده مش كلام، احنا بنشوف ده على ارض الواقع وكلنا لمسينه وحاسينه. ويمكن اللي متابع بشكل كبير اللي بيحصل الفتره الاخيره هيؤكد على الكلام اللي انا بقوله. بعد بطوله البادل تنس هيكون في البطوله العربيه للانديه للجودو اللي هتقام ايضا في العالمين الجديده، وده حدث مهم جدا. وعلى فكره بطولات الانديه العربيه للجودو او الكاراتيه او التايكوندو، يعني في الالعاب الفرديه، بتمر شوية مرور الكرام في السنوات اللي فاتت، لكن الاهتمام الحالي في مصر بتنظيم البطولة وإقامتها في مدينة العالمين الجديدة اداها أهمية كبيرة ورغبة من دول كتير في المشاركة في البطولة. كان في تصريحات لرئيس الاتحاد المصري للجودو الأستاذ مرزوق علي عن البطولة وعن تنظيم البطولة، وفي الحقيقة كان ليه كلام كتير جدا بيدعو للتفاؤل لاستضافة البطولة وإقامتها في العالمين الجديدة. خلينا نشوف قال إيه ونرجع مرة تانية مع حضرتك. البطوله العربيه خلاص احنا الحمد لله احنا شغالين كويس جدا، وفي دعم كبير احنا بنلقاه من الدوله المصريه ومن وزاره الشباب والرياضه ومن الشركه المتحده. احنا التجهيزات على اعلى مستوى، احنا كنا لسه عندنا زياره في مدينه العالمين. اللي انا عايز احيي الدوله المصريه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، صراحه انا رحت انبهرت بالمنظر وبالانشاءات وبالمدينه، حاجه يعني احنا نفتخر ان احنا عندنا مدينه بالشكل اللي هي موجودة فيه ده. مدينة العالمين الجديدة دي اعتقد ان هي في ظرف سنة هتكون عاصمة السياحة في العالم كله. انا رحت بلاد كتيرة انا ما شفتش اللي موجود في مدينة العالمين الجديدة. الموسم، الاحتفالات، الكم السياحة اللي موجودة هناك، الاعداد اللي موجودة، الانشاءات، حاجة مش موجودة في العالم يعني. فانا لازم نشكر المجهود الكبير اللي عملته الدولة المصرية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود اللي احنا بقى عندنا مدينة سياحية بالمنظر ده. طبعا احنا رحنا زرنا مكان اللعب البطولة العربية، الناس شغالين على اعلى مستوى وشغالين بمجهود كبير وعظيم جدا جدا لتجهيز الملعب. مكان الاقامة مكان محترم جدا. احنا كدول عربية خلاص احنا الديدلاين او ميعاد اخر ميعاد للتسجيل هيبقى 31/7. الاعداد المشاركة اعداد كبيرة، اغلب الدول العربية كلها مشاركة في البطولة. احنا بنستعد على اعلى مستوى ان البطولة تظهر بشكل يليق بجمهورية مصر العربية يعني. طبعا طبعا احنا في اعداد كبيره جدا هتشارك في البطوله العربيه من مصر، واغلب الانديه المصريه كلها مشاركه معانا، واحنا كاتحاد بنجهز ان احنا نكون متواجدين بقوه عشان البطوله على ارضنا. واحنا لازم باذن الله بدل بطوله ارضنا ان احنا لازم نطلع احنا الكسبانين في البطوله يعني. الحقيقة كلام مهم جدا من رئيس الاتحاد المصري للجودو، وتركيز كبير على انجاح الحدث ده. والجودو كمان محقق نتائج مهمة في الفترة الأخيرة، آخرها طبعا صدارة البطولة الأفريقية للناشئين ب 15 ميدالية، في انجاز كبير جدا جدا اللي بيأكد ان الجودو المصري على الطريق الصحيح في الفترة اللي جاية بإذن الله. اكيد وسط الاهتمام ده بالبطولات الكتير دي هتلاقي قنوات اون تايم سبورتس متواجده معاكم وبتنقل بطوله البادل تنس وهتنقل البطوله العربيه للانديه للجودو وكمان مباريات بطوله العالم للناشئين مواليد 2004 لكره اليد اللي هتقام في كرواتيا ومنتخبنا الوطني مشارك فيها. هيتم نقلها ان شاء الله لحضراتكم على قنوات اون تايم سبورتس اللي بتحرص دايما على نقل كل الاحداث الرياضيه داخل وخارج مصر للساده المشاهدين، وحاجه تليق باسم المشاهدين ومتابعين اون تايم سبورتس. قدام حضراتكم طبعا مواعيد بطوله منتخب الناشئين كره اليد اللي هيخوض اولى مبارياته قدام منتخب اليابان يوم 2 اغسطس الساعه 2:30 الظهر. المباراه الثانيه هتكون امام منتخب التشيك يوم 3
اغسطس الساعه 2:30 الظهر كمان. واخر مباريات منتخب الناشئين في المجموعه الثالثه هيكون يوم 5 اغسطس مع منتخب ايسلندا الساعه 4:30 العصر. كل المباريات هتكون منقوله لحضراتكم على قنوات اون تايم سبورتس. كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني اللي كان خاض معسكر قوي في السويد ولعب في كرواتيا لقاءين وديين مع المنتخب الكرواتي في تجربة طبعا تدريبية أو كانت مباريات ودية. إن شاء الله يقدر يحقق إنجاز كبير في بطولة العالم ويرفع راية مصر بإذن الله. كل التوفيق لرجالتنا الصغيرين ولكن رجالة كبار داخل الملعب. كل يوم بيكون عندنا أسطورة رياضية كتبت تاريخ في مسيرتها الرياضية. أسطورة حلقتنا النهاردة اللي هنتكلم عنه أو اللي هعرف حضراتكم أكتر بيه هو أسطورة السلاح الإيطالي إدواردو مانجياروتي اللي حقق في مسيرته الرياضية 45 ميدالية في كل البطولات العالمية. خلينا نقرب أكتر ونعرف أسطورتنا النهاردة في السلاح. نرجع نكمل حلقتنا وحضراتكم. السلاح الإيطالي في الحقيقة يعني قدم مستويات قوية جدا في الملاعب طبعا اتسطرت في التاريخ. أخبار كتير جدا في حلقتنا النهاردة ولكن خليني أقول لحضراتكم إيه أبرز عناوين الأخبار. 18 لاعب في معسكر منتخب رجال الكرة الطائرة بمعسكر أوروبا. منتخب سيدات السلة يخسر من نيجيريا في كأس الأمم. منتخب سلاح المبارزة يحتل المركز الثامن في التصنيف الأولمبي. بطل المصارعة يسابق الزمن للحاق بمعسكر المنتخب في رومانيا. أيوب الحفناوي يحصد ذهبية سباق 1500 متر ببطولة العالم للسباحة. تفاصيل الأخبار بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مره تانية. نبتدي اخبارنا من الكره الطايره. منتخب مصر للكره الطايره بيستعد لخوض معسكر خارجي خلال الفتره المقبله في اوروبا استعدادا لبطوله كاس الامم الافريقيه المقبله اللي هيتم تنظيمها في مصر خلال الفتره من 1 ل 14 سبتمبر المقبل باذن الله. ضمت قائمة منتخب مصر اللي هتسافر لمعسكر أوروبا 18 لاعب: حسام يوسف، ياسين محمد، أشرف اللقاني، وأحمد صلاح، رضا هيكل، وسيف عابد،
محمد عادل، محمد المهدي، محمد محسن، عبد الرحمن سعودي، ومحمد عصران، وعبد الرحمن الحسيني، أحمد سعيد، وأحمد يوسف، محمد مصطفى، وأحمد ضياء، ومحمد رضا، ومحمد رمضان. دي طبعا بعثة أو قائمة منتخب الكرة الطائرة اللي موجود في معسكر اللي موجود في أوروبا. بتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق ويكون إعداد موفق بإذن الله للمنتخب الكرة الطائرة. مهمة صعبة طبعا بعد فترة طويلة غايبة أو غايبين عن التتويج في أفريقيا، ولكن إن شاء الله يعني رجالتنا قادرين على المنافسة وقادرين بإذن الله على الصعود من جديد لمنصات التتويج. نروح من اخبار الكره الطايره نروح لكره السله. منتخب مصر لكره السله للسيدات بيخسر من منتخب نيجيريا بنتيجه 83-65 ببطوله الافرو باسكت المؤهله لكاس العالم اللي بتستضيفها رواندا خلال الفتره من 28 يوليو الجاري حتى 5 اغسطس المقبل. مشاركه 12 منتخب، و والمباراة في الحقيقة شهد الشوط الأول تأخر سيدات منتخب مصر بنتيجة 42-23 قبل ما ينجح المنتخب النيجيري في حسم المباراة في النهاية لصالحه بنتيجة 83-65. منتخب مصر للسيدات كان فاز في أول مباراة على الكونغو الديمقراطية ب 78-89، وبكده منتخب مصر تأهل للدور الثاني من البطولة كتاني المجموعة، وإن شاء الله يقدر في المباريات اللي جايه ان هو يوصل للهدف الاول وهو التأهل لنهائيات كاس العالم، وبعد كده المنافسه ان شاء الله على اللقب. بكده خلصت تفاصيل اخبار العابنا الجماعيه، خلينا نعرف اخر اخبار العابنا الفرديه. Everything comes down to this moment. حلقة من ملاعب الأبطال بيكون عندنا قصة ميدالية أولمبية حققها بطل من أبطالنا المصريين الرياضيين، وميدالية النهاردة هي ذهبية رفع الأثقال اللي حققها محمود فياض في دورة الألعاب الأولمبية لندن 1948. خلينا نقرب أكتر من قصة الميدالية الأولمبية ونرجع نكمل مع حضراتكم. نبتدي اخبارنا مع السلاح. منتخب مصر لسلاح سيف المبارده احتل المركز الثامن في التصنيف الاولمبي للفرق بعد تحقيقه المركز التاسع في بطوله العالم الاخيره بايطاليا. منتخب مصر لسلاح سيف المبارده معاه فرصه قويه للتاهل للاولمبياد في حاله استمراره طبعا ضمن افضل 8 فرق حتى نهايه فتره التاهل الاولمبي. كان منتخب سيف المبارزة نجح في الفوز على منتخب اليابان في مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر بنتيجة 38-37 في بطولة العالم الأخيرة، وقائمة منتخب مصر لرجال سيف المبارزة بتضم أحمد السيد ومحمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد، الأبطال اللي قدام حضراتكم على الشاشة، وبيقود الفريق فنيا الكابتن السيد سامي مدير فني وسامح مجدي مدرب. خلينا نقرب اكتر من نتائج منتخب مصر في بطوله العالم الاخيره. معانا على التليفون كابتن احمد نبيل عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للسلاح. مساء الخير على حضرتك يا كابتن. مساء النور يا امير، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام؟ كله تمام الحمد لله. عايز اعرف من حضرتك تقييمك لنتائج منتخب السلاح في بطوله العالم الاخيره، شفتها ازاي؟
والله يعني تقييمي لل طبعا هي البطوله يعني تعتبر اقوى بطوله عالم، يعني اقوى بطوله ممكن تبقى موجوده في الموسم كله، بطوله العالم طبعا. بيبقى العدد فيها بيكون كبير جدا، عدد الدول المشاركه بيعدي حوالي 130 دوله. فطبعا كمان البطوله دي بيبقى يعني ليها طابع خاص عشان دي اخر بطوله عالم قبل الاولمبيكس. وطبعا بطوله العالم بيبقى النقط بتاعتها الدبل بتاعه اي كاس عالم، فكله بيبقى مستموت عليها علشان خاطر يقدر ان هو يعني يقرب جامد جدا من التأهيل، لان يعني بيبقى عليها يعني عامل كبير جدا في التأهيل هي والبطولات القارية اللي هي البطولة الافريقية اللي احنا كنا لسه لاعبينها برضو من شهر فات. فالنتائج بتاعتنا يعني مهمة جدا، احنا عندنا فرصة كبيرة جدا ان احنا نتأهل بأكبر عدد ممكن من اللاعبين. عندنا ان شاء الله فرصة كبيرة ان احنا نتأهل او يعني بنسبة 90% احنا اوريدي تأهلنا في ثلاث اسلحة اللي هم اسلحة الرجال، شيش رجال وسيف مبارزة رجال وسيف رجال، بلس ان احنا حتى وقتنا هذا برضو احنا نعتبر متأهلين في سيف مبارزة سيدات وفي الشيش سيدات. الفرقة الوحيدة اللي احنا مش متأهلين فيها واللي هي كانت بعيدة شوية في موضوع التأهيل هي سيف سيدات. بس احنا ان شاء الله عندنا فرصة ان احنا نتأهل بلاعبة عن طريق تصفيات الزون. ف يعني بنسبة كبيرة احنا الفرق كلها ان شاء الله هتبقى موجودة ان شاء الله في الاولمبيك ان شاء الله. كابتن احمد، ايه ابرز البطولات المقبلة اللي بيستعد ليها اتحاد السلاح؟ طبعا موسم التأهيل بيبدأ في شهر 10 اللي جاي ان شاء الله، لغاية الاولمبيكس يعني بيفضل الموسم لغاية شهر 6، بس التأهيل نفسه بينتهي في 30/3، يعني آخر بطولة بتخش في حسابات التأهيل بتبقى في 30/3، دي آخر حاجة خالص عندي. فمن 10 ل30/3 طبعا كل كاسات العالم يعني مهمة جدا جدا، لأن طبعا كاسات العالم دي احنا لعبناها السنة اللي فاتت، فكل بطولة بتشيل يعني بتشيل نقط البطولة اللي أنت بتلعبها اللي زيها المماثلة ليها. فمهم جدا إن أنت تفضل تحقق يا اما نفس النتيجه اللي انت حققتها وتحقق افضل عشان تصنيفك ما يقعش، فاهميني؟ فاحنا طبعا عندنا في كل الاسلحه، في الاسلحه المختلفه بيبقى عندنا مجموعه من كاسات العالم وعندنا مجموعه من بطولات الجائزه الكبرى في الفتره اللي جايه لغايه 30/3، وبعد 30/3 بقى خلاص يعني التاهيل بيبقى خلاص معروف مين يتاهل، بيبقى خلاص يعني الرؤيه بقت واضحه، بيبقى خلاص الموضوع باب التأهيل اتقفل ويقول لك اللي اتأهل 1 2 3. بس بيبقى فيه ممكن بطولة او اتنين بعد 30/3 دي بتبقى تحسين للتصنيف بقى. يعني انت النهاردة لما تصنيفك بيبقى مثلا الاول بتقابل رقم 64 غير لما تبقى الثاني بتقابل 63، فانت كل ما بتحسن تصنيفك كل ما بتقابل واحد اضعف، بتبقى الامور بالنسبة لك افضل وفرصك افضل. بالظبط كده. طيب بالزبط. هل مصر هتنظم بطولات عالم خلال الفترة المقبلة في السلاح؟ لا، مصر مش هتنظم بطولات. بطولة العالم احنا نظمناها بطولة العالم للكبار والناشئين، احنا يعني نظمناها في 22. فبطولة العالم دي يعني كانت أول مرة في تاريخ مصر إنها تنظم بطولة عالم ناشئين وبطولة عالم كبار. فمش من المتوقع ان انت تاخد تاني، لان دي حاجه كبيره، حدث كبير قوي ان انت تاخده تاني في القريب العاجل. انما ممكن ان احنا ننظم بطولات كاس عالم. احنا بيبقى عندنا بطوله كاس العالم لسلاح الشيش، دي بتتعمل كل سنه في مصر في شهر فبراير، ودي هتبقى من البطولات المؤهله. ولو في اي بطوله اخرى يعني احنا بننافس مثلا، ان احنا لو في اي بطوله او اي حاجه ممكن ان احنا نقدر ان احنا نجيبها على ارض مصر على طول، يعني رئيس الاتحاد عندنا بيسعى في الاتحاد الدولي بكل الجهود، طبعا نائب رئيس الاتحاد الدولي، فيعني بيسعى بكل ما في وسعه ان لو في اي فرصه ان احنا يبقى عندنا بطوله قويه على ارض مصر بنجيبها. طيب حضرتك انما حاليا لا، مش في يعني حاليا ما فيش غير بطوله كاس العالم بسلاح الشيش، هي دي اللي يعني اللي هي اصلا بتقام في مصر في شهر فبراير، هي دي اللي هتبقى موجوده معانا. حضرتك اتكلمت على اكتر من لاعب بالفعل تاهلوا للاولمبياد، صح؟
صح. طيب موقفهم ايه؟ يعني المنافسه شايفها عامله ازاي؟ في الحقيقه يعني احنا بقى طموحنا اكبر من ان احنا نتاهل، طموحنا بقى منافسه، وعارفه ان الامور صعبه ولكن مش بعيده. يعني ابطال ما شاء الله بيقدموا مستويات قويه جدا، متابعاهم خلال الفتره اللي فاتت على المستوى العالمي كمان مش على المستوى الافريقي فقط. فشايف الابطال اللي تاهلوا للمشاركه في باريس 2024 موقفهم ايه من المشاركه في الاولمبيات القادمه؟ بص، احنا عندنا فرصه كبيره ان شاء الله ان احنا في الاولمبيكس ممكن نحقق يعني ميداليه اولمبيه، لان احنا عندنا يعني ابطال في كل الاسلحه المختلفه. يعني في سلاح السيف عندنا الفرقه نفسها احنا دلوقتي تصنيفنا التاسع على العالم، والفرقه بتاعتنا فرقه قويه جدا، ما بينقصناش غير التوفيق بتاع ربنا، ده على مستوى الفرق. فممكن يبقى في فرصه في الفرق وممكن يبقى في فرصه في الفرد. يعني احنا شفنا زياد السيسي جاب ثالث في بطوله العالم، بطوله العالم تعتبر زيها زي الاولمبيك، يعني ممكن يحصل نفس اللي حصل ده في الاولمبيك، فاهميني؟ فده بالنسبه لسلاح السيف. سلاح سيف المبارزه نفس الكلام، انا عندي نجوم في الفردي وعندي الفرقه بتاعتي قويه جدا، واحنا برضو المصنف التاسع على العالم حاليا، تمام؟ في سلاح الشيش احنا دلوقتي المصنف السابع على العالم، وعندي اثنين نجوم سواء كان محمد حمزه او علاء ابو القاسم في الفردي. في اسلحه الولاد احنا عندنا فرصه كبيره جدا ان احنا نحقق ميداليه اولمبيه، يعني احنا قريبين جدا من القصه دي، بس طبعا ده بينقص توفيق ربنا، انما احنا نقدر نقدر ان شاء الله. انا بتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، بتوفيق الاتحاد السلاح بيقدم مستويات قويه جدا. شكرا كابتن احمد نبيل عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للسلاح. في الحقيقه في ظل الاحداث الكتير والبطولات الكتير والاستعدادات للبطولات الدوليه وخصوصا دوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024، في بطولات ايضا محليه كتير بتتلعب وخصوصا على مستوى الناشئين والبراعم، اللي دايما بقول ان البطولات دي مهمه جدا جدا لانها نواه لبناء اجيال للمستقبل في كل رياضه. هما دول اللي بيكونوا نواة المنتخب الأول. كان في بطولة الجمهورية للريشة الطايرة للناشئين والبراعم، واللي كان فيها منافسة قوية جدا ما بين الولاد الصغيرين، وطبعا كاميرا ملعب الأبطال كانت موجودة في البطولة. خلينا نشوف لقاءات من البطولة ونرجع مرة تانية مع حضراتكم. هو في طبعا في مجهودات في مجال الريشه، لكن في اكيد المشاكل زي ان مفيش تسليط ضوء اعلامي عليها، ومحتاجه دعم اكبر، محتاجه اهتمام اكبر كده علشان المسابقات العالميه للبطولات العالميه. والله احنا بالنسبه لنا بنقدم لهم كل الدعم الكامل بمجهود وامكانيات وتمارين. اتحاد اللعبه والله مشكورا بيوفر البطولات اللي ممكنه يعني في هو والمنطقه، ولكن طبعا الالعاب الفرديه للامانه بصفه دايمه بتبقى امكانياتها ضعيفه شويه، مش زي الاتحادات الجماعيه زي كره القدم او الاتحادات الالعاب الجماعيه، شويه بيبقى اتحادات النفقات بتاعتها قليله وامكانياتها قليله ومحتاجه دعم بصفه مستمره، وطبعا دي مشكله بتواجههم، مشكله كبيره يعني. لعبه حلوه والفتنس بتاعتها عالي قوي، بتعمل ثبات انفعالي كويس قوي في شخصيتهم. اللعب الفرديه عامه بتنمي المهارات والثبات الانفعالي عند الولاد، يعني سبورت هو طول الوقت المفروض ولي الامر دوره السبورت، ان هو يبقى داعم لاولاده في المكسب او في الخساره، ما نبقاش احنا لود عليهم، يعني كفايه لود العصبي بتاع اللعبه نفسها. في الحقيقة يعني البراعم والناشئين بيبقى مسؤولية كبيرة جدا، وشايفة القائمين على اللعبة في مصر بيزوروا مجهود كبير جدا على الاهتمام بالنشئ والبراعم. كان لينا بعض اللقاءات مع المسؤولين عن الريشة الطايرة واتحاد الريشة الطايرة، خلينا نشوف قالوا ايه، نرجع مرة تانية مع حضراتكم. أولى بطولات الموسم الحالي المرحلة السنية الأصغر، الحمد لله عندنا عدد كبير جدا من اللعيبة، عندنا حوالي 128 لاعب مشاركين في البطولة، 16 نادي من مختلف المحافظات، وده الحمد لله مجهود كل لينا كاتحاد في نشر اللعب. أول سن ده محلي 11 سنة،
يلي 13 سنه 15 سنه 17 19 العموم. دي الايفنتات الاتحاد اللي بنلعب بيها. الايفنتات الدوليه بقى بتبدا من 15 سنه، فاحنا بنبدا تجهيز اللاعبين واللاعبات من سن 11 سنه، يعني بنعمل لهم عدد من البطولات فردي وزوجي وميكس، بحيث نأهلهم لما يجي يشارك في اول بطولات افريقيا او بطولات عربيه يكون على قدر المسؤوليه يقدر يلعب فرق زوجي وفردي وميكس. هو اول بطوله رسميه عندنا طبقا للاتحاد المصري لشطه الطايره هي تحت 11 سنه، بس هو النشاط الطبيعي بيبدا الاولاد بيبتدوا يمارسوا من عند سن الست والسبع سنوات، بس من تنافس رسمي في الاتحاد تحت 11 سنه اول بطوله رسميه. هو طبعا مطلوب المسانده للولاد ومتابعه التدريبات وغذاء الصحي للولاد، وان هم يواظبوا مع الولاد ويشجعوهم على التدريب، ان الريشه من الالعاب اللي هي يعني محتاجه مجهود كبير جدا للممارسه والمواظبه عليها. اصابات طبعا، مواعيد التدريبات لازم التدريبات كتير جدا، الممارسه كتير جدا، طبعا الاماكن التدريب ممكن تبقى بعيده شويه، فلازم طبعا الولي الامر يساند مع ان هو يبتدي يتحرك ويبتدي يروح يدور على اماكن التدريب عشان يعرف يمرن الولاد. من ريشة طايرة نروح للمصارعة. محمد مصطفى بطل منتخب مصر للمصارعة بيسابق الزمن للحجم، معسكر المنتخب المقام حاليا في رومانيا استعدادا للمشاركة في بطولة العالم اللي هتقام في سبتمبر القادم في صربيا. محمد مصطفى كان متواجد في معسكر المنتخب بالمجر، والأسباب خاصة بالتأشيرة رجع تاني مصر، وبيحاول حاليا أنه يخلص الموضوع ده عشان يعود لمعسكر المنتخب من جديد. منتخبنا الوطني متواجد حاليا في معسكر برومانيا يستمر لمدة 10 أيام، هيرجع تاني بعديها للمجر ثم بعديها لأذربيجان ومنها لبطولة العالم مباشرة. بطولة العالم هتشهد منافسة قوية جدا لأنها مؤهلة لأولمبياد باريس زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده، وهيتأهل أول خمسة في كل ميزان مباشرة للمشاركة في أولمبياد باريس. منتخبنا بيضم عناصر مميزة جدا زي بطلنا الأولمبي محمد كيشو ومحمد مصطفى وعبد اللطيف منيع وهيثم فهمي وغيرهم كتير من الأسماء. بالطبع طبعا يعني بخلاف طبعا المصارعة النسائية سمر حمزة بطلة المصارعة النسائية وأسماء كتير أكيد بنتمنى لها إن شاء الله التوفيق، ويكون لينا عدد كبير من المؤهلين إن شاء الله للأولمبيات وتكون النتائج أفضل من طوكيو 2021. البطل الأولمبي التونسي أحمد أيوب الحفناوي حصد الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر حرة في بطولة العالم للسباحة باليابان المقامة خلال الفترة الحالية. الحفناوي توج بالميدالية الذهبية بعد تحقيقه زمن 14 ثانية فاصل 31.51، بيحقق رقم أفريقي جديد ليه. طبعا دي الميدالية الثالثة لأحمد الحفناوي في بطولة العالم باليابان بعد ما حقق ذهبية سباق 800 متر حرة وفضية سباق 400 متر حرة. نتائج كبيرة ومميزة بيقدمها الحفناوي اللي بيؤكد دايما أنه أحد أفضل السباحين في العالم خلال الفترة الأخيرة. في الحقيقة يعني النوع ده من اللاعبين بيبقى فخر لينا كعرب طبعا، مشاركة السباح التونسي ويقدم مستويات قوية ويكسر أرقام أفريقيا ويحقق أرقام جديدة ويبقى ليه منافسة على المستوى العالمي، لأن دايما بنقول أن رياضة السباحة رياضة صعبة جدا ورياضة رقمية، يعني جزء من الثانية بيفرق كتير في رياضة السباحة. حلقتنا النهاردة يعني بكده خلاص خلصت كل التفاصيل اللي كانت معانا، هنروح لفاصل، بعد الفاصل نستقبل ضيوف حلقتنا النهاردة. هيكون معانا كابتن أندرو شكري المدير الفني لمنتخب الناشئين للإسكواش، وهيكون معانا كمان اثنين من اللاعبين المميزين جدا اللي طبعا الناشئين في منتخب مصر، كابتن محمد زكريا لاعب منتخب ناشئي الإسكواش، وأيضا هيكون معانا كابتن سلمان خليل لاعب منتخب ناشئي الإسكواش. وكلام مطول بعد الفاصل عن الإسكواش المصري وعن طموحهم الفترة اللي جاية، خليكم معانا. We'll be right back.
مرحبا بحضراتكم مرة تانية في فقرتنا الحوارية. زي ما قلت لكم النهاردة في فقرتنا الحوارية الكلام عن الاسكواش. الاسكواش المصري بيتربع على عرش العالم، وفي الحقيقة عندنا أكتر من اسم وأجيال مختلفة، وبس الاستمرارية في التميز، يعني ما شاء الله على مدار الأجيال المختلفة عندنا تميز كتير من الكبار، شباب، ناشئين، فأجيال بتسلم أجيال. النهاردة ضيوفي أبطال من الناشئين، وعلى رأسهم طبعا المدير الفني اللي منورني النهاردة كابتن اندرو شكري، المدير الفني المنتخب الناشئين للاسكواش. مساء الخير عليك يا كابتن. مساء الخير يا اميره، اخبار؟ مبسوطين ان احنا معاكي النهارده. اكيد انا كمان مبسوطه، وفي كواليس كتير عايز اعرفها منكم كمان. منورنا النهارده كابتن محمد زكريا، ومساء الخير عليك يا كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله. في حاجه دخلت في عينك ولا ايه؟ لا لا. كمان منورنا النهارده كابتن سلمان. اخبارك ايه كابتن؟ الحمد لله. كابتن سلمان خليل، اخبارك ايه؟ كله كويس؟ كابتن سلمان مصري. مصري. تمام، بس عشان الاسم ايه ممكن البعض بيسال شويه في الاسم من اول ما حطينا الصور والاسماء. كابتن اندرو، خليني ابتدي معاك، يعني اخبار منتخب الناشئين ايه؟ طبعا احنا معروفين ان في السكواش ان احنا متسيدين العالم يعني، واحنا على طول كنا في المراكز الاولى، بس جت فتره كده نزلنا شويه في الترتيب السنه اللي فاتت والسنه اللي قبل اللي فاتت في بطوله العالم. هي بطوله العالم الاول كانت بتتعمل كل سنتين، بطوله العالم ناشئين تحت 19 سنه، وبقى لها 10 سنين بقت تتعمل كل سنه، وده خلت المنافسه عاليه بين البلاد كتير قوي، ابتدت تخش في السكواش اكتر، وابتدت يصرفوا اكتر ويجيبوا مدربين من انحاء العالم كلهم. من كل انحاء العالم، وده خلى المنافسة تبتدي تصعب تدريجيا غير زمان، فبالتالي طلبت مننا ان احنا نبقى ندي اكتر تمرين ونركز اكتر وندخل الحاجات العلمية اكتر عشان نحاول ننافس ونفضل متسيدين الترتيب الاول والسيادة العالمية اللي احنا ابطالنا زمان عملوها. بس يعني انا شايف ان احنا جرادولي دلوقتي ابتدينا تدريجيا نرجع تاني اللي فين ما كنا، وعلى الطريق الصحيح يعني. يعني ايه يمكن السياده العالميه دي عامله قلق؟ طبعا عامله قلق على مستوى العالم طبعا، يعني مصر متسيده في السكواش، واكيد طبعا انت متابع التصنيف. هرجع لك مره تانية نتكلم في موضوع القلق ده وتغيير الخريطه اللي شايفين اهتمام كبير أكيد. من الدول وفي اوروبا تحديدا. خلينا نروح للكباتن للشباب بقى ونبتدي كابتن سلمان. بدايتك مع السكواش كانت ايه؟ يعني عرف النهارده المشاهدين بمين سلمان خليل. لا، هي بدايتي كانت عادي زي بدايه اي لعيب صغير عادي، اللي هو وانا صغير بجرب كل الرياضات، وبعد ما جربت كل حاجه انا حاسس ان انا لقيت نفسي في السكواش، وكان دايما فيدباك الناس ليا اللي هو انت ممكن تبقى حاجه كويسه لما تكبر وانت عندك فرصه كويسه، فانا قررت ان انا اخد سكواش كحاجه جديه يعني. بدات فيها وانت عندك كام سنه؟ يعني بدات العب 6-7 سنين، بس يعني في الاول اول سنتين دول ما بيكونوش حاجه بجد يعني وانا صغير ما كنتش بنافس قوي. معاها بقى رياضات ثانيه كده؟ معاها رياضات ثانيه، وفضلت مثلا لحد 10 سنين بلعب، كنت بلعب سكواش ووتر بولو، وبعد كده قررت بقى ان اركز في سكواش، ومن ساعتها بقى مستواي كان بدا يبقى احسن شويه وبدات اخش في المنافسه اكتر. في حد بقى من المدربين يعني اول ما بدات تلعب سكواش بدا يحس ان انت مميز؟ يعني في السن الصغير ده بيبقى حد بيشوف لعيب صغير يقول الامكانيات بتاعته بتؤهله ان هو يبقى لعيب كبير؟ ايوه فعلا. حصلت معاك؟ في الاول، ما ده برضو من الاسباب اللي خلتني اكمل في اللعبه، وكل ما كنت بكبر وكل ما كان الكلام ده بيبقى اكتر يعني، وبشوف في نفسي كل يوم اللي هو انا فعلا ممكن اكون حاجه كويسه، فقررت ان انا اكمل في اللعبه. كابتن محمد زكريا، بدات السكواش ازاي؟ انا بدات وانا عندي 7 سنين ابتديت العب، بس برضو كنت بلعب هاند بول. بس يعني وصلت يعني عن 8 سنين كده ابتديت العب سكواش بس، ومن وقتها يعني وانا لا انا بحب العب اللعبه دي وبحب العب بسرعه وال يعني حسيت برضو زي ما سمان بيقول ان هو لقى نفسه، يعني حسيت ان هي انا عايز اكمل ماشيه يعني مع الكيمستري بتاعتك، يعني حسيت نفسك فيها عايز اكمل يعني. من وقت ما انا بلعب لغايه دلوقتي يعني ما حسيتش ان انا عملت اختيار غلط يعني. في حد في البيت كان بيلعب سكواش ولا انت اللي اقتحمت السكواش؟ لا هو كنت انا واحد في العيله، مفيش في حد كان بيلعب سكواش. دايما ببقى بشوف السكواش يبقى لازم في اخو كبير، ايه بابا بيلعبها فور فان يعني؟ عندك؟ انا عندي ماما كانت بتلعب، بس يعني لعبت يعني حاجه بسيطه جدا يعني، لعبت على كبر حتى.
لكن بس هي لما لقيتك ان انت حبيت السكواش اكيد كانت سبورت ليك يعني. فعلا برضو لما عرفت انها كانت بتلعب حبيت الرياضه اكتر، بس هي عمرها ما اجبرتني يعني، مش عشان كانت بتلعب انا لعبت، هي بس جت كده شويه يعني، كانت صدفه. كابتن اندرو، ايه قصه السياده او ان احنا مميزين ما شاء الله نمسك الخشب في السكواش؟ يعني ساعات كتير بقعد افكر يعني احنا مميزين في العاب تانية، ولكن العاب افيلبل اكتر يعني، رفع الاثقال مش مكلفة لعبة ومميزين فيها جدا. بدأنا نبقى مميزين في العاب القوى في بعض الالعاب، ولكن السكواش لعبة ممكن تكون محتاجة امكانيات، محتاجة ماديات، محتاجة صرف، اكيد حضرتك عارف طبعا. واولياء الامور قد ايه يعني بيتعبوا جدا مع اولادهم. ازاي احنا مميزين في اللعبة دي؟ شايف السر ايه؟ في كذا عامل وخلينا نبقى متربعين على قمة الرياضة دي. طبعا حاجة كبيرة منها زمان قوي كان بتعمل، انا على ايام انا ابتديت اللعبة دي بسبب حد كبير قوي، احمد برادة ده من بداية التسعينات، وكانت استاذ ابراهيم حجازي رحمة الله عليه كان هو من اول الناس اللي عملت البطولة دي، تبع بطولة الاهرام، من اكبر بطولة، والفانيو اللي هو الملعب بيتعمل على سفح الهرم. فدي كانت بالنسبة لنا كانت اي طفل يعني ايه يعني لعب الرياضة بتتعمل على حاجة من هيستري زي دي يعني، حاجة تاريخية كده، فعلى العالم كله بيبص لها. فدي كان انا حاسس ان ده من اول الحاجات اللي خلت يبقى فيه قاعدة كبيرة على مستوى مصر، ان انت بقيت تلاقي بطل عالمي بيلعب في مصر وبيلعب عالميا وترتيبه من التوب فور. وطبعا كان احمد برادة يعني كلنا عارفين كاريزما ومشهور، فكان كلنا عايزين نبقى احمد برادة. دي كانت بداية الناس كلها التسعينات، ان احنا كلنا عايزين نبقى زي اللاعب ده. بعدين انا بحس ان زي ما حضرتك قلتي ولي الامر عليه عامل كبير جدا 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 من ناحية الصرف ومن ناحية الـ النفسي والعامل النفسي والعامل كمان الاختيارات، اللي ازاي بتختار المدرب وازاي تختار تهيئ المناخ المناسب للطفل او للاعب للبطل انه يوصل لبطل، دي مش حاجه سهله خالص. وطبعا الانديه، احنا بداية ان احنا في لعيبه كتير قوي سافرت ولعبت بطولات بره عالميه، فده بيساعد ان احنا بنخلي الاسكواش في حته عاليه، عشان بنرجع بعد ما بنبطل لعب احتراف بنبتدي ندي الاكسبيرينس والخبرات اللي احنا خدناها كلعيبه للجيل اللي بعدين، وبحس ان جيل بيسلم جيل، فدي بتبقى حاجه واضحه قوي. عشان كده دلوقتي في ناس كتير قوي مدربين بيجي لهم اوفرز بره ان هم يروحوا يدوا الـ الموهبه اللي عندنا للولاد في العالم وحاجات زي كده. بس طبعا احنا عندنا زي البرازيل في الكوره كده يعني، احنا مهما مش هنوقف على حد بتاعتهم يعني. بالظبط، تلاقي عندك قاعده. انت قلت الموهبه طبعا يعني انت شايف ان الموضوع يعني، كنا قبل ما نبتدي الحلقه او في الفاصل بنقول ان هو جيناتيك يعني، هو في جين كده فينا ان احنا مميزين في السكواش. وفي الحقيقه انا شايفه ان ما شاء الله يعني ما وقفش عند جيل معين، لما تيجي تبص على مدار التاريخ لا، اجيال بتسلم اجيال، ورجال وسيدات مش رجال بس. انا بحس ان احنا بيبقى فيه انواع كتيره من الجيم بلان او خطه الجيم في الملعب نفسه، زي في الخطه الفرنساويين بيلعبوا بطريقه، الانجليز بيلعبوا بطريقه، احنا كمصريين طريقتنا شويه فيها عشوائيه سنه، راندوم سنه، فدي بتخلينا ان احنا ما فيش حد يعرف يقرانا او يبقى عندنا تاكتكس بتربك معينة. حسابات الاخرين بالظبط كده. احنا بيبقى فيه يعني انا ما حدش يتوقعني احنا بالظبط كده انا ما حدش يتوقعني، ما فيش سيستم يعني. احنا بنبقى داخلين تبقى نلاقي حتى في الكوتشنج انت بتيجي تقول سلمان مثلا انت هتعمل كذا 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 كذا، هو بيبقى كرياتيف نسبه الموهبه او الكرياتيفيتي بتاعته ان هو وليد اللحظه، ان هو يختار حاجه موقف واحد بيعمله وبيطلع فعلا صح. وده ما بيبقاش حاجه احنا، ده بيبقى قراره هو في وقتها بالظبط كده. احنا ما بنبقاش حاجه مدربين عليها، بيبقى هو قرار، بياخد القرار ده وبيبقى قده وبيعمله. فاحنا جرأة شويه في الحته دي عن اللعيبه الثانيه. سلمان، ايه اكتر حاجه بتميز السكواش من وجهه نظرك؟ اكتر حاجه بتميز السكواش مش عارف، انا بس بحس دايما السكواش مش واخده حقها، او يعني الناس مش مقدراها، عشان ممكن هي لعبه مش مشهوره فالواحد مش بيبقى عارف هي مثلا ممكن تبقى لعبه صعبه قد ايه. هو اي حد بيلعب رياضه
اي حد بيلعب رياضه بيكون شايف ان هو رياضته اصعب رياضه. بس بجد بحس ان هو السكواش رياضه صعبه. ما دي حقيقه جدا، محدش بيبقى عارف بتبذل فيها مجهود كبير. ايوه فعلا مضاعف، يعني المجهود مضاعف. لا والقرارات اللي انت بتديها اقل من كسر من ثانيه، يعني اصل قرار زي ده بنسبه ملي متر ان انت بتحط كوره في وقت معين ممكن تدخلها حاجه ثانيه. من ثالث كمان انت بتبقى في وقت زي أكتر. لا ويبقى في مثلا زي برسنتج مش عارف الكوره هتروح هنا او هنا. لو في سكواش يعني لا انت مش عارف قوي الكوره هتروح فين، فتبقى احلى اللي بيتفرج. يعني ده غير ان اللعيبه بتبقى بقى يعني ما فيش حاجه مفرقاهم من بعض، بتبقى بيبقوا مع بعض، فبيبقى في بقى انترفيرنس وحركه بالظبط. هل بيجي عليك وقت بتتوقع يعني انت يعني التوقع بتلعب عليه الهوا؟ ايوه طبعا بتصيب ولا تخيب؟ لا يعني على حسب بقى كمصريين بنصيب بتصيب بس ساعات طبعا بتخيب، بتبقى على حسب برضه اللعيبه اللي بتلعب معايا. يعني هم اغلب لعيبه دلوقتي بقت بتحاول تقلد المصريين ان هم يبقوا انبريدكتبل، وان هم يعملوا يحاولوا يقلدونا في حته اللي هو لا احنا مش هنلعب نفس الجيم، احنا هنغير وحاجات كده. فهو ده اللي بقى عشان كده جالهم فتره كانوا بيقربوا مننا قوي. بس طب خليني في نقطه معلش هقاطعك، في نقطه بالنسبه لمحمد بالذات هو بيذاكر كويس قوي. التكنولوجي دلوقتي بقت ده مش على ايامي دلوقتي، بقت ان انت دلوقتي مثلا محمد هيلعب مع سلمان مثلا هيخش يتفرج على 10 ماتشات لسلمان، فهي التوقعات بتاعته يعني هو كلاعب شاطر في الحته دي ان هو بيعرف يذاكر الخصم بيقرا كويس بالظبط كده، فبيعرف يبريدكت صح يتوقع صح. يعني بيدي نفسه نسب ان اللعيب ده هيلعب في الوقت ده حاجات كده، فدي موهبه يعني برضو حابب اقولها ليه يعني في سن الصغير ده موهبه كبيره ده. طيب بما ان محمد بيذاكر كويس وممكن يذاكر سلمان يعني ويذاكروا بعض هما الاثنين هنخرج بره المذاكره خالص، عايز اسالكم انتوا الاثنين نفس السؤال، ايه الصعوبه اللي بتواجهوها لما تقابلوا لاعب مصري جوه مصر ولا بره مصر؟ لا يعني انت بتلعب في بطوله عالميه بس بتقابل اللاعب مصري، يعني لاعب بتتمرن معاه، لاعب عارفه من المنتخب. أيه. الصعوبه بتبقى ايه؟ يعني انت اول ما تبصي على الدرو تلاقيه عندك واحد مصري او واحد مثلا من الناحيه الثانيه، لو عندك واحد مصري لا بتقلقي اكتر. احنا كاعلام رياضي بنبقى مبسوطين لان متاكدين ان واحد مصري اللي هيوصل، فاحنا بنبقى مبسوطين. بتبقى اوحش بكتير، بتبقى صعب. لو المصريين برده بعاد عن بعض يعني في الغالب المصريين كلهم بيعدوا. هو اللي بيعطل المصريين معظم الوقت يعني في الغالب بيتقابلوا في الفاينل لو هم هيوصلوا هيتقابلوا. طبيعي يعني. لكن فكره ان انت تقابله بدري بتبقى مش احسن حاجه. غير كمان ان انت يعني لو انت بتلعب مع واحد من دوله ثانيه انت بيبقى معاك مساعده المدربين وبيبقى معاك تشجيع اللعيبه الثانيه، بيبقى حاجه يعني انت بتبقى بتلعب فول فورس. لما انت لما بتبقى بتلعب مع 50 مع واحد 50. مصري انت بتبقى بتلعب لوحدك ومحدش يشجعك عشان هو زميلك، فانت ما ينفعش يعني. وفكره ان هم بيبقوا حافظين طريقه بعض ولعب بعض يعني بعيدا عن المذاكره. بص انا رجعت لكلمه ان هو بيذاكر الخصم كويس، ولكن لما تبقى انت معاك في المنتخب او عارفه وبتدخلوا تتمرنوا مع بعض وجيم على طول مع بعض بيبقى بتبقوا حافظين طريقه لعب بعض. هل يبقى في صعوبه في كده؟ اكيد طبعا. ايوه حصلت معاكم قبل كده؟ هم لعبوا مع بعض في السيمي فاينل. هم الاثنين السيمي فاينل بطوله العالم. يعني كنت قاعد بتفرج، انا قاعد بتفرج بره الكسبان هيوصل فاينل، فانا كل هدفي ان هم ما يخلصوش على بعض يعني يعني عايزين نخرج بسلام من الموضوع عشان ما يبقاش تعبان. طب يعني حصل اهو. يعني هو زكريا كسب بس بس سلمان عمل ماتش دور الثمانيه طلع نمره واحد على العالم. فده كان ماتش كل الناس توقعات 99% رايحه الناحيه الثانيه. اللعيب الانجليزي اسمه جون براين، هو كان سلمان هو اللي خرجه سلمان لعب دور الثمانيه. والماتش ده انا يعني انا شفت كتير وقليل في الجونيورز على مستوى الناشئين، بس ده من احسن الماتشات اللي شفتها لي وعلى مستوى الليفلز. هو يعني لدرجه ان المذيعه وهي بتتكلم بتقول هو واخد منشطات، المذيع اللي بتعلق والله. اصل انت مش عايزين نشوف عايزين نشوف الاحتفال بتاعه. الاحتفال هو ماتش قعد 60 65 دقيقه سواد جمال وكسب 3-0. يعني حاجه 65 دقيقه 65 دقيقه في 3-0، وبعد 65 دقيقه هو بينط هيطلع من فوق الملعب الازاز. دي حاجه عمرها تحصل يعني من كتر ما هو الادرينالين بتاعه. ايوه مركز السعاده. لا هو مش مركز في التعب ولا مركز في اي حاجه، هو عايز يكسب، ودي حاجه يعني تحسب ليه وتحسب للجهاز الفني طبعا ان احنا عرفنا نجهزه منتلي كمان، ان انت تصدق نفسك ان انت تكسب نمره واحد على العالم المفروض 3-0. دي حاجه مش سهله. وبعديها دخل لعب بقى مع زكريا. ايه اللي حصل بقى؟ كلمني بقى الاول على الماتش ده حلو قوي. الحاله اللي بيحكي عليها كابتن اندرو اللي هي
يعني قبل ما تخلص اهي بص احنا معانا اللقطه اهي. انت كنت بتنتحر ولا بتعمل ايه؟ مش عارف ايه اللي بيحصل. مش عارف ازاي عملها. هي جت كده انا ما فكرتش فيها بس انت كمان مش يعني اكيد لما بتشوف الصوره دي مش عارف انت عملتها ازاي. مش عارف اصلا ممكن اعملها تاني ولا لا يعني بس هي جت كده. هي جت تلقائيه ما اعرفش انا جوايا كان جوايا طاقه كتير قوي شويه. طب انت قبل الماتش كنت الشحن كل الوقت اكيد الكباتن كانوا شاحنينك وزمايلك شاحنينك وهتقدر وانت هتعمل انت من جوه منك صدقت؟ انا متاكده انك صدقت. انا من نوع اللعيبه او انضو ده بيقول لي كده من نوع اللعيبه اللي انا بسخن بسرعه قوي يعني ممكن مثلا يقول لي كلمتين اسخن جدا وممكن بعدها بخمس دقايق اقوم نايم خالص. بس الحمد لله هو اتكلمني قبل الماتش وبتاع دخلت سخنان جدا. فضلت سخنان 65 دقيقه يعني ده وقت طويل قوي ان انت تفضل. لا انا بقالي يومين بنحضر احنا يعني الحمد لله احنا طبعا كنا جهاز فني كبير. كان معانا كابتن امنيه عبد القوي مسؤول على الناشئات. احنا لسه محققين مبروك ليهم طبعا امين عرفي مركز الاول وفيروز ابو الخير المركز الثالث وملك خفاجي المركز الثالث ولسه واخدين الفرق اول امبارح وهم هيرجعوا بعد بكره. ومعانا المستشار الفني كابتن اشرف حنفي كان كجهاز وكان معانا طبعا رئيس البعثه احمد حواس عضو مجلس اداره. كجهاز احنا حاولنا نوفر اكتر حاجه اتموسفير او اجواء تناسب اللعيبه دي ان احنا نحقق الفول بوتنشال بتاعنا. فاحنا من المطار واحنا محضرين الماتشات دي. يعني احنا البعثه مكونه من 6 لعيبه افراد مش عايزين ننساهم كلهم طبعا ابطال برضو. كريم التركي ياسين شهدي يحيى برايا وعمر سعيد وطبعا زكريا وسلمان. اللعيبه دي برضو جالهم درو صعب شويه يعني مثلا هو قبل ما يلعب معاه احنا ياسين خسر 3-2 من نمره 1 على العالم في دور ال 16 لعب ماتش عالمي طلع بعد اول جيم بيقول انا مش قادر العب بس من كتر ما هو بحاول وصل لغايه 3-2 ولعبه بتاع 80-90 دقيقه. فاحنا نرجع بقى لحته ان احنا بنحضر ازاي. احنا سلمان طبيعته هادي قوي فانا كان بقالي يومين بشحن فيه يعني بكرهه في الناس فهي الفكره احنا ذاكرنا بطريقه ان احنا بنكتب التاكتكس وكل واحد بنديله ورقه مكتوب فيها الماتشات وهيلعب ازاي وهيعمل ايه. احلى حاجه في البطوله كابتن اندرو قبل ما نبدا البطوله جاب لكل واحد ورقه. انت بتحب الورقه؟ انا خدت بالي انت عارف لما جاب الورقه قعدت انبسطت. ما تقلقش انت خلاص كده مديله ورقه وهو بيديله 4 انا اديته ورقه ثانيه. فالصراحه ادانا ورقه من اول ماتش يعني باذن الله ربنا كرمك الماتش اللي بعديه والماتش اللي بعديه والماتش اللي بعديه فكل واحد مكتوب عنه يعني ده طمنك انت على المستوى الشخصي. خلاص بقى الحمد لله كده تمام. بس انا ما كنتش متعود بصراحه يعني انا خدتني فتره يعني خدتني اول ماتشين مش متعود ان انا دايما اللي هو قبل كل ماتش اتفرج على هلعب معاه اشوف هو بيعمل ايه. في الموضوع كان جديد عليا شويه لان انا ما كنتش متعود ان انا بعمل يعني انا بحس صراحه ان انت يعني لما تخش ماتش وانت متفرج على لعيب بيبقى احسن بكتير لما انت تخش وانت مش متفرج. تحس انك يعني كانك لعبته وقابلته قبل كده. بالظبط يعني يمكن انا من المدرسه دي مش هتفاجئ اي حاجه يعني لو لعب كوره انت لا انا شفتها قبل كده هيبقى ردي عليها ازاي. فممكن انت حتى من خلال المباريات انت تبتدي تمرن نفسك على بعض يعني طريقه اللعب بتاعته هتقابله بالطريقه ازاي. يمكن انا برضو شايفه ان المدرسه دي امان لي يعني بطمن ليها اكتر. انا يعني هو ده بقت علميا اكتر. احنا زمان ما كناش كده يعني انا على ايامي كنت بخش ونلعب لان ما كانش لسه التكنولوجي وكده. فهي بالنسبه لسلمان انا حاسس ان هو الحته دي كانت يعني تغيير في شخصيته مش بس الماتش ده الماتش كمان اللي قبله كان بيلعب نمره 1 على امريكا. وانت تقدر تتكلم بقى عن ماتشاتك يعني. بالظبط هو زي ما قلت بس اول اللي هو اول ماتشين في البطوله لسه اللي هو اول مره اللي هو قبل كل ماتش اتفرج على هلعب معاه ورقه وقلم وبكتب وبتاع. بس بعد كده اخدت عليها اكتر وبقيت بتكلم مع اندرو بقى اللي هو دايما اهم حاجه دايما اللي هو ايه نكون فاهمين بعض وعارفين احنا هنعمل ايه او ايه الاحسن ايه احسن حل. بس فبعد كده ثالث ماتش قعدت مع اللي هو رقم 2 على امريكا. فدي كانت اول انطلاقه يعني اندرو برضه شاف. وبعدين في السيمي فاينال قابلت زكريا. قابلت زكريا. طيب الماتش بتاع السيمي فاينال ده مهم جدا وهرجع اعرف منكم التفاصيل ولكن خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل لسه مكملين حوارنا النهارده مع ابطال السكواش مستقبل مصر. خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه لسه مكملين فقرتنا مع ابطالنا في الاسكواش المصري اللي منورين النهارده من منتخب الناشئين. سلمان وزكريا وصلوا للسيمي فاينل في بطوله العالم وكان ماتش صعب
صعب ولا صعب جدا؟ لا يعني صعب جدا ما يبقاش صعب اصلا. مش صعب. النتيجه بتتكلم. احكوا لي بقى كواليس الماتش ده. كواليس الماتش؟ هو عامه يعني هو يعني الجزء الكويس من الماتش ان احنا اتنين مصريين في السيمي فضمنا مصر يوصل للفاينل. ده لينا احنا. احنا كنا مبسوطين بده. ده لينا. يعني هو حتى لو نتيجة الماتش كانت 3-0 يعني ده ما بيديش أي انطباع عن الماتش، لأن الماتش غير إن أنت تكتيكال الطريقة أنت هتلعب بيها منتي أصلا، وأنت بتفكر الماتش ده اللي هيكسبه هيخش فاينل بطولة عالم اللي هي أصلا لوحدها لو ما كنتش عارف أنام اليوم ده. فاللي هو يعني الماتش ده يعني اللي هو أنا كان لازم أنسى إن أنا بلعب مع سلمان، وكنت أفتكر إن أنا بلعب مع حد تاني علشان لو كنت قعدت أفكر فيها ما كنتش هخلص، يعني كنت هموت في افكاري كده. فيعني ماتش النتيجه ما بتتكلمش خالص عن صعوبته يعني، بس يعني ماتش يعني الصراحه بالنسبه لي يعني كان تقيل يعني. او ممكن اللي هو يعني ماتش مش هيتقاس صعوبته على مثلا يعني مش بدنيا، يعني هو ممكن الماتش يكون اصعب نفسيا او اللي هو انت ازاي بتستعد له، لان برده هو زي ما قلنا بيلعب مع واحد مصري ده بتبقى صعبه، فالحته دي بتبقى اصعب انت اللي هو تتجاوز الحته دي وتفكر انك تلعب مع اي حد مش حد مصري، ان انت بتخش في لوب تقعد تفكر في حاجات كتير قوي وافكار ما بتخلص، فانت عمرك ما هتقدر تركز في الماتش غير لو فكرت انك اللي هو بتلعب ماتش عادي زي اي ماتش. بس انت طيب استعداد للماتش ده كابتن اندرو قال ان هو كان بيديكوا ورق كده وانتوا مش محتاجين ورق. ما ينفعش دي، انا لسه كنت هتكلم في النقطه دي يوميها كلمت في ماتش زي ده هو بيسيب كل واحد هو حر التصرف ولا بيبقى الامر؟ ما هو يعني انا كلمت مع مدربي كابتن احمد شويه في اسكندريه، انا فاكر اليوم ده كلمني ساعتين ونص في التليفون عشان استعد للماتش ده، اللي هو كنت قاعد على التليفون اللي هو كنت بنام بقى وانا بتكلم خلاص بقى يعني ده بيدي قد ايه سلمان يعني لعيب جامد. بس يعني لا يعني كان صراحه ماتش هو بالظبط عشان هو مدرب المنتخب، فاحنا ما ينفعش نتكلم قبل الماتش ان الماتش مصري، فكل واحد بيكلم بقى مدربه بس. هو وكل مدرب بيديك بقى التعليمات الاخيره كده وخلاص، توفيق بقى من عند ربنا يعني. اكيد الماتشات دي بتاعت التفاصيل الصغيره ولا شايفين فيها ولا بتبقى محتاج توفيق كبير فيها؟ لا ده محتاج توفيق كبير قوي بقى في الماتش. يعني حضرتك قصدك يعني ايه اللي هو التفاصيل الصغيره؟ يعني هي خطا صغير ممكن اللي قدام مني يغلطه وانا استغله يعني حاجات صغيره قوي، لان زي ما انا قلت ان انتوا بتبقوا حافظين طريقه لعب بعض وعارفين كل حاجه. بس دي مش في الماتش ده بس، يعني مثلا تبقى في اي ماتش اللي هي تفاصيل الغلطه الواحده دي ممكن تفرق فرق كبير قوي يعني، وممكن ما تفرقش في نفس الماتش بس تفرق في الماتش اللي بعديه، تفرق في حاجات كتير قوي يعني. بعد الماتش لما خلص زكريا فاز في الماتش وصل للفاينل صح؟ كان اصغر لاعب يوصل لنهائي بطولة عالم في التاريخ. شوف رغم ان هو رغم ان انت خسرت من زكريا ولكن بتقولها وانت مبسوط. ايه لا عادي يعني. انجاز يعني والله. لا حلو انا بحب انا روح الفريق دي حاجه لازم يعني اشيد بيها والله، يعني بيتعاملوا كانهم فريق مش هي معناها لعبه فرديه بس هم بيتعاملوا بروح فريق، بلاقي على كل ماتش كلهم بيتفرجوا الخمسه التانيين عايزينه يكسب، عايزين التاني يكسب اللعيب اللي معاهم في الفريق، ومحدش بيفرق خالص، وده بانت قوي في روحهم من اول ماتش من اول بطوله خالص. كان كلهم واخدين حاجه اسمها باي يعني ما بيلعبوش اول ماتش ما عدا يحيى، كلهم قالوا لا عايزين نيجي نأزره ونقف جنبه ويا رب يكسب. وكان طبعا بالنسبه لي دي كانت من اصعب الحاجات، لان دايما ضربه البدايه بتبقى صعبه اكيد، ان هم لو حصلت غير كده لو يحيى كان ما كسبش كانت بالنسبه لي هتهز المنتخب كله. فدي كانت حاجه كان بالنسبه لي ضربه البدايه صعبه، وبالنسبه لهم هم اديتهم دفعه فكلهم كانوا عايزينه يكسب يعني رغم ان هو لقب فردي ولكن في الاخر بيصب في مصلحه منتخبنا طبعًا الوطني طبعًا. الاصغر لاعب بيوصل للفاينل في بطوله العالم هو لاعب مصري الحمد لله 15 سنه صح؟ ايوه. زكريا ده كان بيعني لك ايه؟ يعني انا قبل ما يعني اول ما بعد ما كسبت سيمي فاينل ودخلت فاينل يعني الفكره دي ما كنتش عارفه تيجي دماغي بقى باي طريقه، بس يعني حاولت اللي هو اقول لا انا عايز تاني وعايز ادوس اكتر، بس يعني لا يعني حاجه الصراحه مش هنساها يعني، بس ما توفقتش في الفاينل. في كان بتلعب مع لاعب انجليزي ولا ايه؟ باكستاني. كان عنده كام سنه؟ دي نقطة حلوة، لأن هو المفروض على الورق عنده 18 ودلوقتي في انفستيجيشن تحقيقات بتحصل إن هو مزور سنه.
الباكستاني؟ الباكستاني، فبيقولوا ان هو عنده 21 سنه بس هو المفروض تحت 19، ودي لسه كنا بنتكلم فيها. القضيه مفتوحه لغايه طب القضيه دي لو مفتوحه انت عارف ان ممكن هتبقى انت يعني اللقب هيروح منه ليك. هي القضيه لو الموضوع ده ثبت فعلا هم بيطالبين منه حاجه اسمها كشف عظام، هيروح يو كي انجلترا او هيروح امريكا. ده بيطلع العمر السني تحديدا، بيطلع العمر السني لان احنا على مستوى السنين كله كان باكستان هي بتلعب في السن يعني بالتزوير، فعشان كده طبعا برضو باضافه ان زكريا واخد ثالث السنه اللي فاتت في بطوله العالم في فرنسا، ما شاء كان الله. الوحيد اللي وصل سيمي فاينل. احنا السنه دي خدنا ثاني وثالث، دي كانت حاجه كويسه وكنا قريبين قوي من اللقب. وكان اصغر واحد يوصل سيمي فاينل السنه اللي فاتت، اصغر واحد على مستوى العالم. اكيد اكيد النتائج اللي بتتحقق دي وراها منظومه، اكيد الاتحاد المصري ايضا طبعاً. يعني طبعاً بيوفر كتير للاعبين، في استقرار طبعا بيؤدي للنتائج كتيره قوي. احنا شفنا على راس المنظومه استاذ عاصم خليفه واستاذه امنه طرابلسي واستاذ عمر المرشدي، مش عايز انسى حد، استاذ احمد حواس، كل دول كانوا في ظهرنا من اول ما انا ابتديت اخش المنتخب بقالي سنه دلوقتي، قبليه حتى كنا في البريتش اوبن، وحصل اخفاقات شويه على في بطولات قبل كده، بس هم صبروا لان في حاجات كانت واعدين، لان واحد زي زكريا ده لسه قدامه بطولتين ثلاثه تانيين بطولات عالم، فان شاء الله ان شاء الله احنا يعني شايفين ان هو هيبقى ان شاء الله يعني مع احترام اللعيبه الثانيه طبعا نفسنا اي حد مصري، بس هو الاقرب ان هو يكسب السنه الجايه واللي بعديها كمان. سلمان جات له منحه رياضيه فمسافر في امريكا دلوقتي يوبن، من احسن ثلاث جامعات في العالم. فالاتحاد طبعا حاطط لنا طريق مؤهل ان احنا امكانيات ماديه مرعبه. عشان برضو اقول ليا وعليا، احنا مقارنه بالاتحادات التانيين، اتحاد فرنسا مصفر لعيب واحد علشان معوش فلوس كافيه يصفر سته. في لعيبه تانيه سافرت على مستوى امريكا بيدفعوا لهم تذاكر طيران بس، لكن احنا كلعيبه وكاتحاد كمنتخب دفع لهم كل حاجة، كطيران، اكوميديشن، فنادق، تدريبات. كان تدريبات اللعيبة كانوا على قد الثقة يعني، ما شاء الله عندنا أسماء يعني كثير وعدد، كلهم عملوا عليهم، والأربعة التانيين عملوا أكتر اللي عليهم، وكان أي واحد كان أقرب أنه ياخد اللقب يعني. أخيرا سلمان وزكريا، كل واحد فيكم نفسه يحقق إيه؟ مش حقق إيه؟ لا عادي، كل واحد، كل لعيب سكواش بيكون يعني عنده نفس الحلم أن هو يوصل رقم واحد في العالم، يعني ده حلم ثابت عند أي حد بيلعب سكواش. والله انا نفسي اكسب الثلاث بطولات، بطولات العالم الجايين اللي هي الجونيورز، واحاول اوصل رقم واحد على العالم بي اس اي اللي هو بروفيشنال محترفين في اقرب وقت يعني، واحاول امشي في طريق اللي هو مصطفى عسل في السكواش ان شاء الله. كابتن اندرو، بتحلم بايه للسكواش المصري؟ نفضل في الرياضه على طول، وان احنا نفضل متسيدين العالم وعلى مستوى الناشئين وعلى مستوى المحترفين، ناشئين وناشئات، ونفضل زي ما احنا يعني، مفيش جديد. انا بتمنى لكم كل التوفيق، ان شاء الله تحققوا كل اللي بتحلموا بيه، وانا على المستوى الشخصي بحلم ان شاء الله السكواش يدرج في الاولمبيات، ان شاء الله يكون لنا نصيب من ميداليات اولمبيه. كابتن اندرو انا بشكرك، شرفتني ونورتني. احنا معاكي ومسلمين ان احنا جينا النهارده. سلمان انا بشكرك، شرفتني ونورتني. زكريا اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. مشاهدينا بكده خلصت حلقتنا النهارده. قبل ما نختم حلقتنا عايزه اقول لحضراتكم ان بكره باذن الله في احتفاليه شباب مصر هتكون بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من الوزراء والمحافظين والرياضيين والكيانات الشبابية هيكونوا موجودين بكرة بإذن الله في احتفالية شباب مصر. هيكون كمان بكرة في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق مبادرة صيف شبابنا، الاحتفالية والمؤتمر هيكونوا بكرة في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديد، وبالتأكيد هيكون حدث مميز ومهم لكل الشباب. إن شاء الله تكون احتفالية موفقة ومؤتمر موفق في مكان. كان في الحقيقه انا على المستوى الشخصي لما رحت انبهرت، العاصمه الاداريه الجديده فيها انشاءات مميزه جدا وحاجه محترمه جدا تليق باسم مصر. كده وصلنا لختام حلقتنا، اشوفكم على خير باذن الله في حلقه جديده من ملاعب الاطفال. الى اللقاء.